دلوقتي جه معنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحراره، ليسود طقس معتدل في الصباح رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل الحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحراره ليلا على كافه الانحاء. ونتوقع ايضا ان يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقيه وخليج السويس ووسط سيناء، ده مع وجود شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل اكثر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار الجو ايه النهارده، خصوصا ان احنا شايفين ان في ارتفاع درجتين في الحراره عن امبارح؟ بالفعل هو اليوم هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه عن الامس بحوالي من درجه الى درجتين. اليوم العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 35 درجه مئويه، في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه في الجو اللي هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ونحس ال 35 لو تكون 37 او 38 درجه مئويه خلال فتره النهار. ده بالنسبه للقاهره الكبرى. نسب الرطوبه طبعا بتختلف من محافظه لمحافظه، المناطق الساحليه بتكون اعلى رطوبه، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل، مع امتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات من بخار الميه، فبالتالي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو. عشان كده بالفعل عشان كده الطقس فتره النهار هنحس بيه طقس حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس شديد الحراره في المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصه كمان ان فتره النهار هيكون في زياده لفترات طلوع اشعه الشمس بالشكل الكبير. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحراره، والاجواء هتكون اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه، لان كمان مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على عدم احساسنا بنسب رطوبه فترات الليل وتلطيف الاجواء بشكل كبير فترات الليل. كمان فتره الصباح الباكر ما زال في تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي بتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطرق. الشبوره المائيه دي هي شبوره مائيه خفيفه سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 7 8 صباحا بتبدا الرؤيه الافقيه على الطرق بتتحسن بشكل كبير بالفعل. الاجواء دي هتستمر معانا على مدار هذا الاسبوع، يعني احنا فترات النهار دايما هنحس بالطقس الحر الرطب، فمهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس. هل الارتفاع ده مستمر معانا لنهايه الاسبوع، خاصه ان احنا في ناس خلاص يعني بدات كمان انها بتصيف في بعض الاماكن الساحليه؟ وعايز اعرف برضو من حضرتك حاله البحر الابيض والاحمر، الابيض المتوسط والبحر الاحمر، هل هناك في ارتفاع في نسب الامواج ولا لا؟ هو الاول الارتفاع ده ارتفاع مؤقت هيكون اليوم وغدا ان شاء الله، يعني الاثنين والثلاث، ومره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات، لكن هي متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع ما بين 34 الى 35، ده طبعا بالنسبه للقاهره الكبرى. المناطق الساحليه بتكون اقل درجات حراره، وكمان طبعا الارتفاع عليها هيكون النهارده، لكن باقي ايام الاسبوع ان شاء الله وخاصه سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط الاجواء عليها هتكون اجواء مستقره، الطقس عليها هيكون حر في فتره النهار. خلينا نقول ان نسب الرطوبه في المناطق المطله على البحر المتوسط بتوصل ل 85% خلال فترات الليل، هي نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا خلال الفتره دي في اغلب المناطق. حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط هتكون معتدله، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجازه، لكن زي ما دايما بننصح ناخد بالنا من فتره الظهيره والتعرض المباشر لاشعه الشمس لانها هتزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. طيب حضرتك يمكن ذكرتي ان هناك رياح، والرياح دي ممكن هتخلي الجو لطيف بالليل، هل هي هتكون محمله بالرمال والاتربه ولا لا؟
لا هي طبعا، لان معظم الكتل الهوائيه زي ما قلنا في الاول قادمه من على البحر المتوسط، مش هيكون معاها اي اتربه ورمال مطره، فقط هتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. اغلب الظواهر الجويه اللي موجوده معانا مش هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه، لكن زي ما بنقول دايما ناخد بالنا من ارتفاع نسب الرطوبه وارتفاع درجات الحراره فتره الظهيره بقدر الامكان، كمان نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدنا بشكل كبير على عدم احساس بنسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده معانا بشكل كبير، واللي متوقع ان هي تدريجي كمان خلال الايام المقبله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 35 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 24، الاسكندريه 32 23، العلمين الجديده 31 23، مطروح 29 22، دمياط 32 22، بورسعيد 33 23، الاسماعيليه 37 22، السويس 36 23، العريش 32 22، كاترين 33 16، طابة 35 26، حلايب 35 29، شلاتين 37 28، شرم الشيخ 37 29، الغردقة 38 28، الفيوم 37 24، بني سويف 37 24، الوادي الجديد 41 28، أسيوط 40 25، سوهاج 40 26، قنا 40 27، الأقصر 41 27، وأخيرا أسوان 42 29. بنحاول يعني نقول لحضراتكم ان درجات الحراره هتكون مرتفعه النهارده وبكره، نخلي بالنا من اوقات الظهيره ان احنا ما نتعرضش تعرض مباشر لاشعه الشمس، ونكون موجودين في اماكن جيده التهويه، ونشرب كميات كبيره من السوائل. هرجع مره ثانيه لبسنت وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا شكرا.